معكم سيمو ظاهر على ديلي بوز. سيمو ظاهر عبد ربي انسان متواضع، الوالد ديالي والقدوة ديالي الحمد لله، وكنفتخر به الحمد لله، ديما السمعه ديالو سبقه. بخصوص حمزه مونبيبي، واحد الملف اللي سبب لي مشاكل ليا بالدرجه الاولى والافراد العائله ديالي بالدرجه الثانيه. دنيا بطمه كنعرفها كفنانه، ابتسام بطمه تلاقينا في السجن ما كنعرفهاش، ولكن بسببها تنشا هذا المشكل، هذا تخلق هذا المشكل. نو ما كنعرفوش. سكينة غلامور تعرفت عليها سنتين، هذه إنسانة قوية والله يعاونها في العمل ديالها. حتى هي تلاقيتهاش حتى أول نوبة في السجن، تلاقينا في السجن. صديق كان أول لقاء جمعني به في التغطية الإعلامية نتاع الفيستيفال دو فيلم في مراكش، كان عارفه ولكن كان سبب في الدخول ديالي للسجن ظلما وعدوانا. ربي كينتقم، أي واحد ظلم شي واحد ربي راه كينتقم منه. ما كنعرفهاش، ولكن كان عندي لقاء بها في البرنامج ديالها، اكتشفت بانه قاكوك انسانه طيبه قلب ابيض. وسام جعمي حتى هو لقيته في السجن، اللقاء اللي جمعني به في السجن، واحد الشاب حتى هو طموح عنده اهداف ديالو، الله يعاونو حتى هو. ما كنعرفوش، كنعرفها طونكو فنانه، ولكن تسببت لي في مشاكل ربي كبير. كنعرفو كان كيدير شي حاجه تاع التجميل، شي حاجه واحد الشخص اللي راجل كيقلد النساء. وي كنعرفهم فنانه، وزدت تعرفت عليهم كثير في السجن فاش كانوا كيحيوا السهرات في الاذاعه. لودايا مؤسسة سجنية قضيت فيها سنتين، كلمة شكر للمسؤولين نتاع هاد الإدارة، لأنهم تعاملوا معايا ماشي 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 تعاملوا معايا بمفردي، الناس إلا احترمتهم كيحترموك. ألوغ سنتين نكون صريح معكم، ما حسيتش بها، واخا كانت صعيبة ولكن ما حسيتش بها الطريقة نتاع التعامل نتاع المسؤولين. كنت ظريف غادي تكون مزيان، غيعاملوك مزيان، أي حاجة حقك يعطيوها لك. كنتي باسل كيطبقوا معاك القانون وكتخضع للقانون الداخلي نتاع المؤسسه. السيد رئيس الحكومه خصو يراعي شويه المواطن المغربي. وصل السيل الزوبه، انا مني انا وجبد وليت كندير المازوط 13 درهم ماشي في الاستطاعه ديالي، غنولي كنتمشي على رجليا ولا ندير دراجه هوائيه. راعي شويه للشعب المغربي، راه كيف طلعك يقدر ينزلك، والتجربه نتاع 10 سنين اللي دازت نتاع الاخرين راه باينه.